أنا المواطنة أنا محمد السواركة، أعيش في المنطقة هذه المهمشة. يعني سبحان الله ربنا بعثكم إنا من عند الله، يعني لأهل كبونة. أنا كنت والله العظيم يشهد علي الله الصبح محتارة إيش أسوي أكل لأولادي. يعني نفسنا ناكل زي الناس، نفسنا نعيش زي الناس اللي عايشة. محرومين والله من كل هذا، محرومين محرومين محرومين. يعني بعد ما جتنا الكبونة هذه إن شاء الله إن شاء الله يعني وضعنا إن شاء الله يعني حيتحسن من حين إلى حين. مش عارف أنا إيش بدي أقول. أنا والله صار يعني أنا مريضة سكر وضغط، معي على الكلى، هي معي كوم حبوب هيهن جوا بس ما نحسك. الخميس تحكمت، الحد تحكمت، وأنا مريضة من السقعة من برد الشتاء. هذا برد الشتاء ذبح أنا أولادي، عندي جوزي مريض، عندي ابني بعاني من عينيه لمدة 40 سنة حساسية، عندي الولد الثاني عنده التهابات عدانه. يعني كل البيت الحمد لله الحمد لله. نفسنا ومن عيننا نعيش زي الناس اللي عايشين، لو يوم يعيشونا نفسنا يوم هيك. كل بيت كويس زي هالناس. أنا فرض حكومة عايشة في أرض حكومة، يعني معرضين للشتات في يتساعة. أنا والله العظيم يوم المطرة إني أنا طول الليل وأنا قاعد، أنا زلمتي مريض مع التهابات برضو مع القلب، تعبان ما بيشتغل، ما حد بدخل علينا شيكر ولا حاجة. والله يعلم والله الكبونة هذا أجت فوقتها عشان إحنا نطعم الأطفال. أنا أطفالي معي ولدين وبنت بعد 13 سنة الله أعطاني إياهم، يشهد علي الله نفسهم في ترنج من الشتاء. والله الولد بطلبني ترنج وأنا معي مرض في عيني بيجعلني. نفس الولد في ترنج، نفس البنت والله العظيم بتطلب بوت، البنت بتطلب بوت، يشهد علي الله وأنا يا ربي تشهد علي تطلب بوت، ما معايا اجيب لها بوت. امبارح صرت الصيح اقول لها يما اصبري اوعيها نص كم، ما عندها يعني زي الاطفال يعني تلبس وتتدفى زي الاطفال، حظ الله ما عندها. والولاد زي هيك يعني انا صرت مريضه من الحاجات هذه. السقعه بتخش علينا، السقعه بتذبحنا. انا في العراء ساكنه، لا عندي زنق ولا عندي حاجه. الغرفه هذه زلمه عيان الليله ودينا على المستشفى عشانه من السقعه، طول الليل يقول انا بتغطيتش انا بتدفيتش ومريض. هيو شوفوا دقنه بيضه وحالته حاله، اروح لمين؟ ما لي غير قلوب الرحيمه انتم تطلعوا له وتعطفوا علي. اتوسل اليكم وتعطفوا علي انا ام محمد السوارك. وضعي تعبان. شعوري على المساعده هذه جزاه الله خير. خلي اولاده يبعد عنه الامراض، يكثر عليه الخير، دائما يضل يرف فعل الخير وما يرمي، وينور له ضربه وين ما يروح، ويبعد عنه شر بني ادم يا رب. انا شعوري والله شعوري قبل ما تيجي المساعده انا لا كنت عايشه، بس لما اجتني المساعده الحين بطعمهم وان شاء الله بينبسطوا ويحيدعوا لك الصغار. كل في مزن حسناتك، الله يخلي لك يطلع لك خلي لك اولادك. نشكر مؤسسه كسيف فلسطين على المساعده اللي قدمت لنا اياها وجزاهم الله خير.